خلينا بقى شوية نتكلم عن دور النساء في هذا المهرجان. والحقيقة أنا معانا مخرجة صغيرة قدرت أنها تفوز بلقب أفضل فيلم من ناحية الجمهور، هي اللي خدت أفضل تصويت من ناحية الجمهور. هنقول لها صباح الفل ونتعرف عليها. صباح صباح النور. اسمك إيه بقى؟ عبي يحيى. ايه بقى بير، بما انك كسبتي بتصويت الجمهور وانا شايفه ان دي احسن جايزه موجوده النهارده، لان دايما راي الجمهور هو اللي بيبقى الفيصل، يعني دايما هو اللي بيشوف بعينيه بدون اي قيود ولا دون عنده اي حاجات محدده يقدر يبني عليها رايه، هو كده بطريقته من قلبه حب الفيلم. فكره الفيلم بتاعتك بقى بتتكلم عن ايه؟ هي بتتكلم عن ارتباطنا القوي بالسوشيال ميديا، وان بقت حياتنا كلها السوشيال ميديا، فاحنا بنتكلم من خلال ان حد انفلونسر كانت حياته كامله سوشيال ميديا وبينزل كل حاجه ليه، لحد لما الاكونت بتاعه هيتعمل له هاك فهيعتقل، فهو جوه السجن ما عندوش طريقه تواصل ان هو يفتح بيها انترنت او يفتح بيها يشوف الفورمات، عنده فيسبوك ولا لايف ولا ايه، فهو بيبدا بقى يشوف ان الحياه من وجهه نظر ثانيه بعيد عن السوشيال ميديا، وفي الاخر بيعمل السوشيال ميديا الاكونت بس على الحيطه على حيطان الزنزانه، يعني هو والناس المعتقلين معاه، ويبداوا يكتبوا اللي هو كان بيكتبه في الواقع بس يكتبوا على الجدران. يعني الفيلم اخذ منكم قد ايه؟ شغل اخذ فعليا، يعني هو كتفكير خد من شهر 1 لحد شهر 9، تنفيذ اتنفذ في شهر 9 واتقفل شهر 10 تقريبا، يعني تنفيذ اقل كتير قوي من الفكره. طبعا يعني طالما الفكره جاهزه وكل العناصر جاهزه فالتنفيذ بيبقى سهل خلاص. اشتغلتوا قد ايه؟ كل يوم مثلا كام ساعه؟ في مراحل البري برودكشن يعني قولي مثلا كنا بنشتغل من الصبح من الساعه 10 لحد الساعه 8 9 اللي هو بنقابل فيها ممثلين بنعمل فيها كاستنج. في البري برودكشن بقى يعني كنا بنشتغل تقريبا كل يوم كل يوم كل يوم لحد من الصبح لحد الساعه 1 2 لحد ما الفيلم اتقفل. يعني الجائزه دي بتمثل لك ايه والمهرجان كمان بيمثل؟ هو المهرجان بيمثلني، ده اول مهرجان انا ادخل فيه فدي سبي واكسب فدي حاجه في حد ذاتها يعني قويه جدا. كان بيمثلي اهم حاجه ان الناس اللي تعبت في الفيلم، ان احنا الفيلم ده افلام طلبه فاغلب اللي اشتغلوا فيه هم اشتغلوا من غير فلوس واشتغلوا عشان هم بيحبوا يعني الافلام والصناعه عندهم حلم عايزين يوصلوا له، فكلهم يعني تعبوا جدا، فبالنسبه لي ان هم يشوفوا نتيجه تعبهم في المهرجان، الفيلم بيتعرض في شاشه في مهرجان في قاعه، فدي كانت حاجه كويسه جدا. جائزه الجمهور بقى كانت بالنسبه لي ان هو يوم عاد الفيلم نفسه ان الجمهور كان كلهم عجبهم الفيلم جدا، انا ما كنتش متوقعه جائزه الجمهور ان هو بيبقى في الاول في اخر تصويت، فبس كان رد فعل الجمهور يوم الفيلم كان لوحده كفايه بالنسبه لي، وان حتى الممثلين اللي جم حضروا كانوا هم خارجين الناس بتسلم عليهم وعارفينهم وانتوا طلعتوا في الفيلم كذا وشفناكم وانتوا بتعملوا كذا، فده كان بالنسبه لي اهم جائزه، فان انا التصويت ده بقى يعني الحمد لله. هو باين انك مبسوطه جدا، ربنا يسعدك دايما. قولي لي طيب، تحبي تقولي ايه للكرو اللي كان معاكي في الفيلم كله بعد الجائزه اللي انت خدتيها؟ ايه الخطوات اللي انتوا ناويين عليها وانت كمان ناويه؟ اول حاجه شكرا جدا ان انتوا تعبتوا في الفيلم، وان لولاكم والله الفيلم فعلا ما كانش هيطلع، انا لوحدي ما كنتش هعمل اي حاجه، وهم فعلا كانوا واقفين جنبي وفي ظهري في كل حاجه وكانوا بدالي في حاجات كتير جدا، فهو ده نتيجه تعبهم والجائزه بتاعتهم. يعني ناويين على ايه بعد كده؟ يعني ناويين ان احنا يعني ان شاء الله نعمل فيلم جديد، فهي الجائزه دي هتتحط كلها في الفيلم الجديد، ودي هتبقى اول فيلم بقى بعيد عن ان احنا طلبه، يعني ان احنا خلاص بقى نزلوا حاجه على السوشيال ميديا ليكوا بقى. مش سوشيال ميديا بس، هو هيبقى فيلم قصير مستقل يعني ايا كان، بس مش تحت بيه في مهرجانات تانية مش تحت اطار جامعه او تحت اطار منظمه فوقينا يعني. كبروا بقى هتكبروا. الف مبروك. مبسوطة انا اكيد قابلتك النهارده وخدتي الجائزه دي، ان شاء الله الجائزه دي تكون تقدير ايوه باينيه للناس عشان تكوني مبسوطه، ما تشقلبها شويه مش مشكله. الف مبروك وان شاء الله دايما كده نشوفك في حاجات احسن واحسن. مبسوطه ان انا وانا كمان.